لآخر نفس حنضلنا صامدين ونعمل كل شيء بزعلهم نعمله. هم ضعفاء وبخافوا وسلاحهم معهم، احنا ولا حاجة معنا، معنا الله، احنا معنا الله، معنا الله. مش مهم الجوع اللي بيجوعونا اياه، مش مهم انه فيش طحين، ما فيش طبيخ، ما فيش اشي، بس احنا بنزعل على الاطفال. احنا كنا في الحرب مثلنا مثل غيرنا وحسرونا، حسرونا 10 ايام. في اليوم الاخير بالليل كنا المغرب بدنا نفطر صايم، فرحت فطرت الصايم وحطيت له الاكل، فقلت بدي اطلع على اخر نظره خلص يعني نشوف وين صارت الدنيا، لانه كل الشارع محروق، كله محروق، كله كل البنيان محروقة عنا. فقلت ابص على من البرندة عليهم، لقيت الجنود على باب الدار بيحملوا النار بحطوها في البيت. وانا قلت لاولادي بسرعه حافين ايش مكان، بسرعه الحقوني وين ما انا الحقوني. وفعلا اللي كانت النار بتشيل في البيت بسرعه بسرعه كبيره، فيش اثر بيت، فيش ولا معالم بيت شيء. هاي الحياه كلها وهي الموضوع هناك يعني واضح نهائي. والمحل سراب، تراب تراب، بودره، ما فيش معالم. كنا بنموت كل يوم 100,000 مره. هو بس يطلع، بيجي يطلع، بده يطلع من المكان، بحب يحرق. حرقوا الدحيان وحرقوا المدرسة هذه وحرقوا البيوت اللي عندنا كلها وحرقونا احنا. وجوزي يعني ما بيقدرش يمشي، بالعافية طلع الحيط ونط على الجيران التانيين، لا الله نقذنا. الجيش الإسرائيلي بحب لما يرحل من المكان ما يخليش أثر لإلنا، ولا معالم، لا للبني آدمين ولا حتى الحيوانات بأذوهم، حتى البيوت فيش شيء، فيش معالم حياة. بدهمش يخلوا لنا الجيش الإسرائيلي شيء نفتكره في حياتنا. هم بعذبونا واحنا 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 كمان عايشين واحنا ميتين واحنا نايمين واحنا ما فيش. هدول الجماعه مش عايزين خير، وبايتن هو الاساس. الجيش الاسرائيلي مش شايفنا احنا بني ادمين، احنا مسلمين وصامدين ومرابطين، وان شاء الله على قلبهم دائما، ان شاء الله دائما على قلبهم، شو ما بدهم يعملوا ان شاء الله احنا صامدين. احنا بنحب الحياه، احنا مصرين على الحياه، احنا وزرعنا، ها احنا كمان زرعنا، احنا كمان زرعنا النعنع، وزرعنا الفلفل، وزرعنا البندورة، وزرعنا ذرة. العالم كله يشوف الفلسطينية أقوياء، والفلسطينية بحبوا يرابطوا ويصامدوا وبحبوا الحياة، ورغم عن كل حاقد، رغم عن بايتن ورغم عن نتنياهو ورغم عن كلهم، هذول اللي تأمروا علينا إن شاء الله احنا أقوى منهم إن شاء الله. وحنزرع وحنحصد وحنعيش، ولو احنا متنا اجيالنا حيعيشوا وحيعملوا اكثر من اللي عملناه بامر الله.